حلقة مهمة جدا 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 لكل الناس اللي بتربي كلاب. حلقة مهمة جدا 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 لكل الناس اللي بتربي كلاب، وأنا واثق في كلمة حلقة مهمة دي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحياتي لكم يا جماعة، تحيات لكل متابعينا وكل الناس الجميلة اللي منورانا على قنواتنا على اليوتيوب. النهارده يا جماعه هنركز مع بعض شويه كده، لان الحلقه بتاعت النهارده دي حلقه مهمه جدا 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 لكل الناس اللي بتربي كلاب. حلقه مهمه جدا 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 لكل الناس اللي بتربي كلاب، وانا واثق في كلمه حلقه مهمه دي. النهارده اغلب الناس معروف ان في ناس كتير ما عندهاش مقدره ان هي تودي كلبها مركز تدريب، مفيش فضاء، المشاوير بعيد عليها، الحاجات دي كلها. فالنهارده هنعرفك ازاي تبدا مع الكلب بتاعك تدريب، لان في حاجات كتير اليوتيوب اخفاها او المدربين اللي على اليوتيوب اخفوها، تمام، ان انت ما توصلش مع كلبك. لا، هو بيجيب لك ولا بنقول له اقعد ولا بنقول له سلم، الحاجات دي كلها، لكن ما بيجيبلكش الكلب لو مهايبر. لو كلبي مهايبر يعني بيتنطط وبيشب عليا وبيلحس في ايدي ومش عارف ايه، طيب نفترض ان انا عندي كلب مهايبر وبيلحس في ايدي وبيتنطط عليا، واول ما نخش له بيهيج وبيلعب ومش عارف ايه والحاجات دي كلها، نعمل مع الكلب ده ايه؟ لو اشتغلت معاه مكافأة، طبعا احنا في عندنا هنا في الشغل نظامين، في نظام بالشخصية، ولو لو في كلب محتاج ان نضغط عليه شوية في نظام بمكافأة، في حاجات زي كده. طيب نفترض ان انا هنشتغل بمكافأة، يعني انا ناوي ان انا معايا المكافأة مجهزة وهنشتغل مع الكلب بتاعي بمكافأة، والكلب بتاعي في حالة الهيبرة دي هيقول لي انت ومكافئتك نحطك على جنب، يعني انا عايز نلعب ونتنطط وكلام من ده. يبقى في مبدأ لازم نعمله قبل ما نبدأ التدريب بتاعي مع الكلب بالمكافأة. بنقفل شنطة المكافأة كده، تمام، وبنقول له انا جاهز لك. جاهز لك ازاي؟ هنيجي النهارده هنشرح على كلبه اسمها فولا، كلبه مهيبره جدا اهي، دي لسه جايه امبارح. فولا طبعا كلبه مهيبره جدا، اول ما طلعتها من العنبر دلوقتي كل فكرتها بتتنطط وبتلعب. تعال تعال، زي ما احنا شايفين، زي ما احنا شايفين هي عايزه تتنطط وتلعب. طب دي هتكافئها ازاي؟ طب تعال نجرب ان انا نديها مكافاه، تعال نجرب ان انا نديها مكافاه. خد خد يلا، شايفين؟ بصوا بصوا، شمت ايدي ومشيت بعيد خالص، يعني بصوا شايفين، شايفين العمايل؟ طبعا دي هايبره اهي. طب دي هتبدا معاها ازاي تقول لها عودي والكلام ده كله؟ تمام، طبعا هي مش قابله اهي، مش راضيه بالمكافاه خالص، تمام. فاصبح ان انت كده هي بتقول لك انا بابي مقفول، يعني ما تعملش حسابك ان انت تتعب نفسك معايا عشان هتتعب معايا كتير، تمام. هنيجي دلوقتي هنوريك اول دقيقه دلوقتي هنستعملها مع فولا، يعني اول شغل هنشتغل معاه فيه، تمام. هنوريك هنشتغل ازاي وهنوريك هنبدا ازاي، لان اول يوم ده مش عايز لا نقول لها عودي ولا نقول لها سلمي ولا الحاجات دي كلها، عايز نلغي الكلام ده. طبعا انا بنكلمكم بالطريقه الفلاحي وباللهجه الفلاحي عشان الناس توصل لها، كل الناس اللي متابعانا توصل لها المعلومه وتوصل لها الطريقه صح، تمام. طبعا هي دلوقتي انا رابطها بليش اهي، تمام، بتلعب بتتنطط واخده راحتها، تمام، الحاجات دي كلها. نيجي نقرب منها، تعالي اقعدي سلمي، يلا سلمي سلمي سلمي، مفيش خالص. بصوا شايفين، بصوا هي عايزه تلزق فيا وخلاص، عايزه تعمل، بصوا شايفين، تنطيط لعب كلام من ده. قبل ما نشتغل مع الكلبه هندي الكلبه حقنه حشرات الاول دلوقتي قدام الكاميرا، تمام، وهنتابع معاها وهنبدا دلوقتي نقول لك اول يوم هنعمل ايه مع الكلب. هنلغي دي خالص ونقفل المكافاه خالص، تمام، ونبدا نشتغل مع الكلبه دلوقتي بطريقه كده مهمه جدا قبل فتره التدريب، اللي هي هنحل الهايبره دي. اي كلب انت بتطلعه من بتطلعه للتدريب لازم تديله شويه باور، ان هو يطلع الباور اللي عنده. بتسيب الكلب مطلوق، بتربطه بليش طويل، لو انت عندك فيه اطفال، في حد في المزرعه، بنربطه بليش طويل ياخد حريته، يلعب يشرب يعمل كلام كلام من ده. هنبدا دلوقتي ان انا الاول نديها حقنه الحشرات بتاعتها، علشان نبقى انا بادئ معاه وماشي معاه صح، لان انتوا عارفين ان اي كلب بيخش المزرعه عندنا هنا لازم حقنه الحشرات دي اول حاجه الكلب بياخدها، حفاظا على ايه؟ بصي بقى، بصي بقى حد ايه، نبقى حلوين مع بعض عشان نبداها ايه، بدايه خير كده. انا وانتي خدي تلبسي دي، دي بتتلبس كده، انت فوجئتي بحاجه غريبه صح؟ ودي بتتاخد كده في كده، تمام، في كده اهي، في كده، اقعدي تحت
كده خدت الحقن اتنططت. الموضوع غريب بالنسبه لها. تتنطط هنحلوا الكمامه. يلا 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 هنحلوا الكمامه دي. شاطره حلينا الكمامه تمام. اتنططت تعالي نبدا بقى نقول لك هنعمل ايه. هنبدا نحل الليش ده كده. طبعا انا جايب ليش طويل. لا شايفين انا بدات نعمل ايه كده. هنا بدايه الشغل الصح ان انت تقنع الكلب. لا الغي بقى التنطيط والغي الهايبره تمام. ونبدا نتحرك خطوه. خليك ثابت ما تقعدش انت تهيج قدام الكلب. ما تقعدش تنطط شمال ويمين زي فروع لوز تمام. لا اقف ثابت هدي اعصاب الكلب ريح نفسيته تمام. اتحرك خطوه لما تلاقي الكلب ركز تمام. كل ما تلاقيه بدا يعل ويهدى اتحرك انت خطوه تمام. لا ابدا لم البوش بتاعه. على راي الميكانيكي يقول لك لم البوش بتاعه او هدي اعصابه هدي الكلب تمام. ما تبداش تدريب. ما تبداش اقعد وسلم وموت وثابت والحاجات دي. ابدا اعرف الكلب ان طول ما انت واقف جنبه لازم يبقى عاقل تمام. مش يتنطط ويهيج وكلام من ده. لان ما تجيش على طفل بيتنطط ويهيج ويكسر في اللمض ويكسر في الازاز والكلام ده وتقنعه ان هو يسلم ويقعد ويعمل ويذاكر والكلام ده كله. لا لازم نبدا معاه ان انا نقنعه انه يقعد الاول على الكرسي عشان يستفهم مني او يفهم مني انا عايز منه ايه. اللي انا بنعمله ده ده يعتبر اهم شيء ما قبل التدريب. شايفين كده بدأت خلاص اهي تمام. مش نيجي بقى نخش ونجري ونروح شمال ويمين ونتنطط زي القرد كده قدام الكلب. لا لازم ان انا نكون شخص عاقل قدام الكلب. لازم تكون حركتي ثابته. لازم يكون جسمي ثابت. جسمي مش بيتهز قدامها كتير تمام. ما نديش فرصه للطلوع عليا. ما نديش فرصه للتنطيط. ما نديش فرصه للحاجات دي كلها. ما نهزرش مع الكلب. ما نلعبش معاه. ما نمسكش وشه. ما نلمس وشه كل شويه تمام. تعالي تعالي فله. طبعا هي قلقانه مني بس بنحط موقف الاول للكلب اللي هو موقف ان انت تهدى اركز اعل زي كانك بتكلم واحد صاحبك بتقول له اعل اعل يا عم اعل اعل مش كده عيب لحد ما تبص تلاقيه قعد وهدي تبدا تطلب طلباتك منه. طبعا بطريقه بقى سواء ان انت هتطلب منه بمكافاه او هتطلب منه بشخصيتك. لو لقيت الكلب ان هو متضرر من تعاملك معاه يبقى نشتغل معاه مكافاه تمام. اللي هي مكافاه لان هتقربني منه لان كده انا عارف هو بيحب ايه وبنقرب من عقليته. ودي اتكلمنا عليها في حلقه قبل كده تمام. لو الكلب لسه خفيف ومسمم يعني معلي درجه الحب بيني وبينه لا يبقى نشتغل بشخصيه تمام عشان ان انا نقل من الهيبره طول ما انا شغال معاه فتره التدريب. زي ما احنا شفنا بصوا شايفين خدوا بالكم من بصه العين ونص دي. يعني هي معايا بس ايه قلبه وشها الناحيه الثانيه. واخدين بالكم بصوا كل ما نبص لها خدنا بالنا بتتلاشى. ايه ده ايه البني ادم الغريب ده ايه البني ادم الغتت اللي داخل واقف جنبي بس ما تعرفش ان البني ادم ده ان هي هتتعامل معاه فتره. هتتعامل معاه فتره طويله شويه. فاي حد بيبدا مع كلبه وكلبك مهايبر بطريقه رهيبه جدا دي انا بيتهيألي ان مفيش حد قال على اليوتيوب قال لك تعالى نبدا تدريب اكل شرب اتعامل معاه بشخصيه مش عارف ايه خليش كلب. لكن محدش قال قبل التدريب الكلب المهايبر نعمل معاه. الكلب المهايبر لا ينفع معاه مكافآت ولا ينفع معاه ان انت تضغط عليه عشان ما زعلش منك ولا الحاجات دي كلها. ينفع معاه حاجه اسمها الثبات الانفعالي. الثبات الانفعالي ان انت يكون عندك انت كصاحب الكلب مش الكلب نفسه. انت كصاحب الكلب لازم يكون عندك ثبات انفعالي اللي هو واقف كده ما بتتحركش. حركاتك ضئيله جدا. حركاتك خطوه بخطوه جدا وتكون كل خطوه انت بتتحركها لازم تكون مركز مع الكلب فيها. بعد كده بتبدا مع التدريب. ده انا بنسميه بدايه انتباه. بدايه انتباه لايه؟ لاسلوبي لطريقتي للحاجات دي كلها. بنسميه وبنكتبه في سجل الكلب اللي داخل عندي بدايه انتباه للكلب اللي هي ايه؟ ان هو يبدا ينتبه لي في كل خطوه انا بنعملها. فله شايفين انا مجهز رد فعلي قبل رد فعلها. فله وبنقول لها يعني اوعي تعملي حاجه عيب في رد فعل ليا. بتبدا ان هي تقلق تهدى تمام. مفيش تنطيط مفيش هيبره.
فله، مفيش نطاق ان هي تتحرك فيه اكتر من اللي انا عايزه. تمام، هنبدا نربط الليش تاني. علي فله، علي خلاص. لا، هي عرفت ان في حد بيتعامل معاها بشخصيه قويه شويه. لا، لا، اللي انا بنعمله ده ما بيسببش زعل بيني وبين الكلب. اللي انا بنعمله ده بيعرف الكلب ان مش كل حركه تعملها بتكون بمزاجك، لازم يكون انا متدخل في الحركه دي. تمام، وبعدين لا، شفنا كده يا جماعه، اهم شيء ان انت ما تحطش بينك وبينها زعل، ما تزعلهاش، افهم، ما تزعلهاش. يعني برضو حتى لما بيجي واحد يتجوز كده خلي شخصيتك قويه على المدام، وما تهينهاش وما تزعلهاش، بس شخصيتك يتعمل لها 100,000 حساب، والا ان المدام هتبقى مهيبره عليك، هتبص تلاقيها وانت داخل وانت طالع تقول لك سايق اغسل الموكيت واغسل السجاد وبصيت على المطبخ قبل ما تطلع والكلام ده كله. تمام، لا، خلي في شخصيه قويه، خلي اسلوبك في التعامل بدون ان انت تاذي، تمام، بدون اي حاجه زي كده، هتبدا تقنعها بالطريقه دي ان هي تقعد جنبك، ما تعملش حاجه غير بامرك او برد فعلك انت. تمام، في الفترات الاولى من تدريب كلبك خف الهزار مع كلبك، خلي الهزار ثانيتين كل يومين عشان تفكروا دايما ان انت حبه، ما تحطش بينك وبينه عداوة دائمة. العداوة كل ما تكون كتير كل ما الكلب مش هتقبل منك حاجة، لكن العداوة دي لازم توصل الكلب ان انت شخصيتك اتغيرت، اسلوبك اتغير، مفيش لعبة، مفيش تنطيط. ما تفرحوش بمقاطع الفيديوهات اللي انتوا بتشوفوها على تيك توك واليوتيوب، والكلب اخد الشراب، والكلب اكل مش عارف ايه، والهيبرة اللي الكلب بيوصل لها في الاخر. بييأس صاحب الكلب ويروح لمدرب يقول له الحقني. في الاخر صاحب الكلب بييأس ويروح لمدرب ويقول له الحقني. المدرب بيتعامل مع الكلب بناء عن سلوكيات، مش بناء عن قائمه تدريب. دي اسرار شغلنا، اسرار شغلنا ان احنا بنتعامل مع الكلب الاول، نشوف سلوكياته ايه ونبدا نقيمها له، ونكتب له كده 1 2 3 الكلب ده طبعه كذا. تمام؟ وبناء عن كده بعد ما بنحدد السلوكيات ونعدل السلوكيات نبدا نخش على مراحل التدريب، وده اللي صاحب الكلب ما بيعرفوش. فأي مدرب بيبدأ مع كلب تدريب على طول يبقى مدرب غبي وما بيفهمش. إنما لازم الأول يقيم سلوكيات الكلب ده إيه، يقيم نظامه الداخلي إيه، عقليته إيه، تفكيره إزاي، وبعد كده بيبدأ مراحل التدريب. طبعا كده أنا هديت فلة خالص، هديت خالص. تمام، لو قمت وقفت مفيش تنطيط عليا زي الأول، لأن أول تغيير في شكلي هيبدأ إن هو برضو يغير في شكلها. تمام، اول تغيير في ملامحي، نظره عيني، صوتي، هيبدا ان هو يغير في شكلها. اصبح كده احنا عملنا عمليه ربط ما بيننا احنا الاثنين. كده اللي فاضل لي حاجه واحده، هتشتغل بمكافاه. تمام، هنجوع على الكلبه يوم او يومين، ومش هزعل، يومين ما يموتوش كلب على فكره. تمام، ونبدا نشتغل بمكافاه عشان تبقى هي محتاجه لي. تمام، وانا شغال برضو بنمنع الهيبره. اوعى تبدا ان الكلب اول ما تشتغل معاك تهزر بقى وكلام من ده، لا، اشتغل بقى بشخصيه قويه مع المكافاه، يعني عرفها انت محتاجه لي وانا شخصيتي قويه، يبقى لازم تسمعي كلامي. طبعا بالطريقه دي هتغير في الكلب كتير، وهتغير في ملامحه كتير، وهتغير في اسلوبه وشخصيته كتير. مع التكرار هتبص تلاقي نفسك وصلت لمرحله الكلب اتعود، مش انت اللي اتعودت على طبعه، هو اللي اتعود على طبعك. يا رب تكون وصلت لكم الرساله كده وفهمتم. صدقوني الحلقه دي لو انت بتربي كلب وركزت فيها كويس جدا 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 كده انت مش محتاج ان انت تدرب كلبك عند حد. تحياتي للجميع واحلى مساء عليكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الكابتن البارح في اعلى المزارع هوم دوكس في ضمانهم، رجوله ومجدع وسته مسمع، اخونا الكبير ابو نور، شرف بلدنا ومنه استفدنا، ابو نور حبيب الجمهور.